بنكمل في المحاضرة هنا بقية البوينت بتاعت الـ Investigation of Reaction Mechanism. كنا أخدنا في المحاضرة اللي فاتت أو اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت حوالين الـ Studying للـ Product، واتكلمنا حوالين اللي هي الـ Kinetic Data. المحاضرة النهاردة هنتكلم على تالت حاجة في الـ Investigation Reaction Mechanism، أو الطرق اللي بنعمل بيها تحقق للـ Reaction Mechanism عن طريق استخدام الـ Isotopes. استخدام النظائر عندي طريقتين بقدر استخدم بيهم النظائر عشان اعمل ديتكشن او انفستيجيشن للرياكشن ميكانيزم بتاعي. الطريقه الاولى اللي هي اللي بستخدم فيها الكاينيتيك داتا مع الايزوتوبس، بنسميها اللي هي الكاينيتيك ايزوتوب افكت، او بتاخد الاختصار اللي هي KIE. بنقصد بيها ايه؟ بنقصد بيها اللي هو التغيرات اللي بتحصل في الرياكشن لما بستبدل احد الذرات الموجودة في السبستريت على سبيل المثال بالنظير بتاعها، على سبيل المثال زي استخدام الديوتيريوم والهيدروجين. تمام. الكاينيتيك ايزوتوب افكت ما هي الا عبارة عن زي ما قلنا اللي هو التغير في الريت او في سرعة التفاعل لما بستخدم النظائر المختلفة لنفس العنصر اللي موجود في السبستريت. هنا بيقصد بيها برضو هي عبارة عن ريشيو، نسبة ما بين الريت كونستانت of the reaction involving the light isotope and the heavy isotopic substituted reactant. ال KAI هي عبارة عن الريشيو أو النسبة ما بين الريت كونستانت لللايت مقسوم على الهيفي بالنسبة للايزوتوب. طيب ايه اللي بيحصل في الايزوتوب؟ هو عادة ان الايزوتوبس الموجودة بتعتبر او المركبات اللي فيها ايزوتوبس مختلفة بنعتبرها ان هي كيميكال ايدنتيكال، ان هي متطابقة تماما في الخواص الكيميائية. تمام. ولكن الكلام ده مش صح 100%، ولكن اللي بيحصل عن طريق الكوانتم ميكانيكس كالكوليشن متبين على سبيل المثال ان الرابطة ما بين الكربون والديوتيريوم تمام اقوى من الكربون والهيدروجين. لو بصينا هنا على الفيجر اللي قدامنا هنا على الرياكشن بروفايل اللي قدامنا هنا، هلاقي ادي عندي الرياكتنت وادي البرودكت. الرياكتنت فيه بقدر استخدم نوعين من الرياكتنت اللي هو اللي فيه الهيدروجين العادي وفي الديوتيريوم. بلاقي الديوتيريوم ان الزيرو بوينت بتاعته او المركب اللي فيه الديوتيريوم الطاقة بتاعته اقل من المركب اللي فيه الهيدروجين. تمام. طيب ايه السبب في ده؟ ان كل ما كانت الوزن الذري بتاع العنصر اكبر كل ما كانت البوند بتاعته اقوى. تمام. فالاختلاف في الطاقة هنا بيدي استقرار للكومباوند اللي فيه الديوتيريوم أعلى من الهيدروجين، فبالتالي عشان أكسر الرابطة اللي موجود فيها الديوتيريوم فأنا بحتاج اكتيفيشن انرجي أعلى نسبيا من اللي بحتاجها للهيدروجين. فبالتالي من المتوقع إن التفاعل اللي بيحتوي على الهيدروجين هيمشي أسرع من التفاعل اللي بيحتوي على الديوتيريوم. هو ده اللي بيقصد بيه الفرق اللي بيحصل ما بين تو كومباوند بيختلفوا عن بعض فقط في وجود نظائر مختلفة. تمام. الكلام اللي بنتكلمه على الديوتيريوم والهيدروجين برضو ممكن نتكلمه على اي عناصر اخرى او على اي روابط اخرى زي الكربون اكسجين 18 والكربون اكسجين 16. على سبيل المثال لو انا عندي الكربون هيدروجين بوند هتتكسر في الريد ديترماين ستيب اللي هي ابطأ خطوة في التفاعل، معنى كده ان التفاعل هيمشي بشكل ابطأ. تمام. لو كان الستارتنج ماتيريال ديت بتحتوي بدل الرابطة اللي هي الكربون هيدروجين بتحتوي على الرابطة اللي هي الكربون ديوتيريوم. تمام. معنى كده او بطريقه اخرى او بعباره اخرى ان الكربون ديوتيريوم بوند از سترونجر ذان ذا كربون هيدروجين بوند، وبالتالي ويل نيد مور انرجي تو بريك، يعني الكربون ديوتيريوم هتحتاج طاقه اكتر عشان تتكسر، فبالتالي هتاخد وقت في التفاعل اكتر من الوقت اللي بياخده الهيدروجين.
فبالتالي الفرق في قوة الرابطة تمام هينعكس معايا على الريت او سرعة التفاعل او سرعة انكسار الرابطة ديت في التفاعل، وخصوصا لو الرابطة ديت بيحصل لها كسر في الريت ديترمايننج ستيب. بلاقي ان عندي الكربون هيدروجين بوند بتتكسر اسرع من الكربون ديوتيريوم بوند تقريبا ب7 مرات اسرع منها تمام عند درجة حرارة 25 مئة. معنى كده ان الكي اي اي للهيدروجين ديوتيريوم بيساوي 7 تقريبا عند درجة حرارة 25. ده معناه ان الرياكشن عندي 7 مرات فاستر تمام، اسرع 7 مرات تمام لو استخدمنا الهيدروجين عن الديوتيريوم. مثال على كده اوكسيديشن الاكسديشن اوف داي فينايل ميثانول الكحول. لو انا جيت على الهيدروجين اللي موجود على الكربون هنا وغيرته بيه هنا بالديوتيريوم تمام، وقست التفاعل سرعة التفاعل في الاتنين، فبلاقي عندي ال KIE بتساوي 6.7. التفاعل هنا بيعمل اكسديشن للالكحول باستخدام البوتاسيوم برمنجانيت عشان يديني الكيتون المقابل او البنزوفين. طيب الاكسديشن زي ما قلنا للسبستريت اللي في الهيدروجين هيبقى 6.7 اسرع من السبستريت اللي في الديوتيريوم. ده معناه ان عندي هنا التفاعل اكسهابت برايمري كينيتيك ايزوتوب افكت. ده معناه ان البوند للكربون هيدروجين لازم انها بتتكسر او انفولفت في الريت ديترمايننج ستيب اوف ذا رياكشن. ده معناه ان الرابطه كربون هيدروجين بتتكسر في الخطوه الحرجه او في الخطوه البطيئه بتاعه التفاعل. طيب ذكرنا دلوقتي ان في عندي برايمري كينيتيك ايزوتوب افكت، عندي نوعين من الكينيتيك ايزوتوب افكت. النوع الاولاني بنسميه اللي هو البرايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت، والنوع الثاني اللي هو بنسميه السكندري كاينيتيك ايزوتوب افكت. الفرق ما بينهم ان في البرايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت عندي ذا تشينج ان ذا ريت اوف ذا رياكشن ار ديو تو ذا ايزوتوب سبستيتوينت ات ذا سايت اوف ذا بوند. ده معناه ايه؟ معناه ان في البرايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت ان البوند المرتبطه بالايزوتوب تمام هي اللي بيحصل لها كسر في الريت ديترمايننج ستيب تمام. طيب في السكندري البوند اللي مرتبطه بالايزوتوب ما بيحصل لهاش كسر في الريت ديترمايننج ستيب، ممكن يحصل لها كسر فيما بعد ولكنها ما بيحصل لهاش كسر في الخطوه الحرجه في التفاعل، او تاثيرها في التفاعل بتبقى منعدم تقريبا. وبالتالي بنجد ان السكندري كاينيتيك ايزوتوب افكت اقل بكتير من البرايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت في القيمه. برضه عندنا مصطلحين تاني في الكاينيتيك ايزوتوب افكت. عندي النورمال برايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت، وده بياخد رينج من 1 لـ7 أو 8 على الاكستنت بتاع مشاركة الكربون هيدروجين بوند في البريكنج. وعندي هو الانفيرس ايزوتوبيك كاينيتيك افكت تمام. وفي الحالة ديت بلاقي ان التفاعل او قيمة النسبة بين الريت كونستانت للهيدروجين والديوتيريوم بتبقى اقل من الواحد. يبقى عندي النورمال ان الهيدروجين عادة بيمشي اسرع من الديوتيريوم تمام، فبالتالي لازم يبقى اكبر من الواحد، بيوصل لقيمة 7 او 8. بينما الانفيرز كاينيتيك ايزوتوب افكت ديت بتبقى الديوتيريوم هو التفاعل بتاعه بيبقى اسرع من الهيدروجين، فبالتالي القيمة بتاعته بتبقى اقل من الواحد. تمام ممكن نقيس برضو اللي هو الكينيتيك ايزوتوب افكت لعناصر تانية غير الهيدروجين والديوتيريوم، ولكن العناصر دي
بتحتاج تولز بتبقى السنسيتيفيتي بتاعتها عشان اقيسها، اقيس التغيرات ديت بتحتاج سنسيتيفيتي عالية شوية، لان على سبيل المثال في المركبات العضوية برضو فيها الكربون 12 والكربون 13، بلاقي ان الاوردر بتاع الكينيتيك ايزوتوب افكت بيتراوح من 1.02 ل 1.1. ده معناه ان التأثير بتاعها بيبقى منخفض، او عشان نسبة وجود الكربون 13 اقل بكتير من الكربون 12، فبالتالي التأثير بتاعه بيبقى بهذه النسبة المنخفضة، فبالتالي بيحتاج ديتكشن اعلى من الـ او التولز انها تكون السنسيتيفيتي بتاعتها اعلى، بحيث ان هي تقدر تقيس النسب المنخفضة دي. زي ما قلنا النورمال كاينيتيك ايزوتوب افكت بيحصل لما بيبقى الكي اتش على الكي جي اقل اكبر من الواحد، والانفيرس كاينيتيك ايزوتوب افكت بيحصل لما بتبقى الكي اتش على الكي جي اصغر من الواحد، او بيبقى الديوتيريوم بيتفاعل او بيحصل له تفاعل اسرع من الهيدروجين. مثال عندنا النيتريشن للبنزين والنيتريشن للهكسا ديوتيريتد بنزين. لو عملنا عملية النيتريشن للبنزين بتاعنا العادي، بلاقي ان سرعة التفاعل بتاعته نفسها هي سرعة التفاعل مع لو كان استبدلت الهيدروجين الموجود في البنزين بالديوتيريوم. الكلام ده معناه ايه؟ ده معناه ان كسر الرابطة بتاعت الكربون هيدروجين ما بيحصلش في الريد ديترمايننج ستيب. تمام، يبقى الريد ديترمايننج ستيب ما بتحتويش على عملية كسر الكربون هيدروجين او الكربون ديوتيريوم، فبالتالي التأثير بتاعها مش موجود على الريد، فبالتالي وجود الهيدروجين زي وجود الديوتيريوم النسبة ما بينهم بتساوي واحد. ولكن طبعا لازم الكربون هيدروجين بوند تتكسر، ولكن بتتم في التفاعل بشكل عام ومش ضروري ان هي تتم في الريد ديترمايننج ستيب. فبالتالي اللي هو الوان ستيب ميكانيزم اللي هو بيحصل في اتاك للنيترونيوم ايون، تمام، في نفس الوقت اللي بيحصل فيه كسر للهيدروجين في خطوة واحدة، الميكانيزم ده مستبعد لان هنا عندي الهيدروجين موجود في الريد ديترمايننج ستيب، فبالتالي المفروض ان هو يبقى له تأثير، او البوند كسر البوند هنا يبقى لها تأثير، ولكن هي ليس ليها تأثير، فبالتالي الميكانيزم ده بنستبعده او بيبقى ميكانيزم غير صحيح. الميكانيزم المناسب في الموضوع ده اللي هو الميكانيزم اللي بيحصل فيه عملية اديشن للنيترونيوم ايون على حلقة البنزين، تمام، في الخطوة البطيئة. بعد كده في الخطوة السريعة بيحصل كسر للرابطة ما بين الكربون والهيدروجين وبتقفل مرة تانية. الميكانيزم ده بنسميه اللي هو اديشن اليمينيشن ميكانيزم، ان انا ضفت الالكتروفايل بعد كده عملت اليمينيشن للهيدروجين. فبالتالي الداتا اللي عندنا هنا بتقول ان ان مفيش هيدروجين بيتكسر في الريد ديترمايننج ستيب. ده معناه ان التفاعل بيتم على خطوتين، الخطوه الاولى ما بيحصلش فيها كسر الهيدروجين كربون بوند، تمام، فبالتالي الميكانيزم بيتم عن طريق اللي هو الاديشن اليمينيشن ميكانيزم، تمام. بعد كده في الخطوه السريعه بيتم عمليه الاليمينيشن للبروتون. ما بنقولش ان الميكانيزم ده، برضو بنرجع بنؤكد ان الميكانيزمات، ما بنقولش ان هو ده الميكانيزم الصحيح، ولكن طبقا للداتا اللي معانا ده الميكانيزم اللي هو الاكثر دقة ومطابق للداتا اللي فيه. مثال تاني اللي هو الرياكشن للالدهايد، البنزالدهايد ديريفاتيف بتاعنا مع الهيدروجين سيانايد عشان يديني مركب السيانوهيدرين. وجدوا ان ال KH على ال KD بتساوي 0.73، اقل من الواحد. ده يدي انطباع ان هنا حصل ايه، حصل inverse kinetic isotope effect. هنا بيقول لي الرياكشن exhibit inverse secondary kinetic isotope effect، تمام. ده معناه ان الكربون الديوتيريتد ديريفاتيف بيتفاعل اسرع من الهيدروجين ديريفاتيف. يعني ايه الكلام ده؟ هنا بنقول ان هو secondary kinetic isotope effect because the labeled carbon hydrogen bond is broken or formed، تمام،
in the rate determining step of the reaction. ده معناه ان الكربون هيدروجين بوند لا يحدث لها كسر، هنا لا يحدث لها كسر في الريت ديترمايننج ستيب، ما بيحصلهاش كسر او بتغير في التفاعل اثناء الريت ديترمايننج ستيب. ده معناه ان دوت اللي هو السكندري كاينيتيك ايزوتوب افكت. طب الانفيرز كاينيتيك ايزوتوب افكت ده معناه ان الكي اتش على الكي دي اقل من الواحد، او التفاعل للمركب اللي فيه الديوتيريوم اسرع من المركب اللي فيه اللايت ايزوتوب اللي هو الهيدروجين. لو بصينا على البيس كاتالايزد برومينيشن للاسيتون، بلاقي ان الكينيتيك ايزوتوب افكت بتاعنا بيساوي 7. ده معناه ان هو برايمري كينيتيك ايزوتوب افكت ونورمال كينيتيك ايزوتوب افكت، لان هنا الهيدروجين بيتفاعل اسرع من الديوتيريوم. ده معناه ان الهيدروجين حصل له كسر في الريت ديترمايننج ستيب اللي هي بيتم فيها عن طريق البيز، بتعمل ابستراكشن للهيدروجين اللي موجود جنب مجموعه الكربونيل. لو بصينا على الالمينيشن رياكشن اوف الكايل هالايد، عندي نوعين من الكايل هالايد هنا، البرايمري الكايل هالايد و التيرشري الكايل هالايد. في البرايمري الكايل هالايد ده بيمشي عن طريق اللي هو الـ E1 ميكانيزم او الـ E2 ميكانيزم اللي هو الباي نيوكلير الالمينيشن رياكشن، وهنا بيتم عن طريق الـ E1 ميكانيزم. فبلاقي ان في البرايمري بلاقي ان الكاينيتيك ايزوتوب افكت بيساوي 7.7 تمام، بينما في التيرشري بيساوي 1.4، القيمة منخفضة. ده معناه ان عندي في الالمينيشن بتاع البرايمري الكايل هالايد ده برايمري كاينيتيك ايزوتوب افكت، لان عندي الهيدروجين بيحصل له كسر في نفس الوقت اللي بيحصل فيه كسر للبرومين. ان التفاعل بيتم على خطوه واحده كونسيرتد رياكشن، البيز بتسحب الهيدروجين في نفس الوقت اللي بيتكسر فيه البروميد، فبالتالي هنا الهيدروجين او الديوتيريوم كربون بوند بتتكسر في الريد ديترمايننج ستيب، لان هنا التفاعل بيتم على خطوه واحده، فبالتالي هي الخطوه الحرجه او المعينه لسرعه التفاعل. بينما في الاي 1 ميكانيزم بلاقي ان هو بيحصل في الاول اينايزيشن، بيديني الكربوكاتاين، بعد كده البيز بتخش في الخطوه الثانيه عشان تعمل ابستراكشن للهيدروجين، فبالتالي تاثيرها مش موجود في الريد ديترمايننج ستيب، او كسر البوند ما بين الكربون والهيدروجين مش في الريد ديترمايننج ستيب، فبالتالي بنقول عليه ان هو سكندري كاينيتيك ايزوتوب افكت، وهو نورمال لان هو اعلى من الواحد في الاثنين. دي كانت اللي هي الطريقه الاولى اللي هي الكاينيتيك ايزوتوب افكت، وازاي بنستخدمها في انفستيجيشن، او بتستخدم ازاي في الانفستيجيشن للرياكشن ميكانيزم. عندي الطريقه الثانيه اللي هي النان كاينيتيك ايزوتوب يوز، اللي هو بنستخدمها في عمليه الليبلينج او تحديد بعض الاماكن على السبستريت عشان نعرف اذا كانت البوند عندها بتتكسر ولا لا. بستخدم الايزوتوب ليبلينج عشان ادرس الميكانيزم عن طريق ان انا بتحديد او استخدام الايزوتوب بقدر اعين بالظبط اي بوند بتبدا تتكسر او بتتكسر في التفاعل. لو عندي احتماليه اكتر من بوند تتكسر فانا بقدر استخدم الليبلنج عشان احدد اي بوند بتتكسر. هناخد مثال على كده، مثلا استخدام الاكسجين 18 ليبلنج فور ذا انفستيجيشن اوف ذا اسيد كاتالايزد استريفيكيشن. لو بصينا للاستريفيكيشن رياكشن بلاقي ان هو عبارة عن تفاعل للكربوكسيليك اسيد مع الالكحول عشان يديني مولكيول من الاستر. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو التفاعل الكحول مع الاسيد بينتج عنه جزيء مية، فهل المية هنا بتيجي من كسر البوند بتاعة الكحول الاكسجين مع الكربون، ولا بتيجي من كسر البوند بتاعة الهيدروكسيل جروب مع الكربونايل كربون في الاسيد. باستخدام الاكسجين 18، لو انا استخدمت كحول بيحتوي على النظير اكسجين 18 على سبيل المثال،
ده هيديني انطباع اذا كانت الاكسجين ديت هي اللي بتتكسر وبتخرج في المية او الاكسجين الاخرى هي اللي بتتكسر وبتخرج في المية. لو احنا اخدنا الكحول وعملناه هنا زي ما احنا شايفين ان هو لبايلد بالاكسجين 18 تمام، ولما يجرى التفاعل بنشوف هل الاكسجين موجود في الاستر ولا موجود في المية. وجد ان دايما الاكسجين بيبقى موجود فين؟ في الاستر وليس موجود في المية. ده معناه ايه؟ معناه ان يحصل نيكروفيليك اتاك من الكحول على الاكسجين بتاعه الكحول على الكربونايل كربون تمام. بعد كده بتبدا الاكسجين بتاعه الهيدروكسيل نفسها هي اللي بيحصل لها كسر، هنا بيحصل لها بروتينيشن وبعدين بيحصل لها كسر وبتخرج في صوره الميه. فبالتالي هلاقي عشان هنا الاكسجين اللي هي النيكروفيليك اكسجين اللي هو النيكروفيليك اتاك اللي حصل على مجموعه الكربونيل هي اللي كانت لابايلد اللي هي اللي موجود عليها الاستريكس، فبالتالي هي اللي هتفضل معايا موجودة فين؟ موجودة في الاستر في النهاية وما بتخرجش في المية، المية بتبقى ما فيهاش اي نظائر للاكسجين. طيب مثال تاني او بطريقة اخرى، عملية الهيدروليسيس للاستر في وجود الاسيد او البيز، هل في عملية الهيدروليسيس بيتم كسر اللي هي الاكسجين اسايل بوند ولا بيتم كسر الاكسجين الكايل بوند؟ ده السؤال التاني اللي ممكن نستخدم فيه برضو الايزوتوب في معرفة هذه الاجابة. المرة دي هنستخدم الووتر فيها الايزوتوب بتاع الاكسجين 18. لو انا حصل عندي اللي هو الاسايل كليفيج اللي هو الاي، ده معناه ان هو هيديني الاسيد موجود فيه اللي هو الاكسجين ايزوتوب 18، بينما لو حصل الالكايل كليفيج ده معناه ان الكحول اللي هينتج هو اللي هيبقى ما يحتوي على الاكسجين ايزوتوب. ولكن عمليا لما بتتم هذه العملية بجد ان عملية الهيدروليسيس بتمشي في اتجاه ان اللي بيتكسر هي الاي، ده معناه ان الحمض هو اللي هيحتوي على النظير الاكسجين، فبالتالي التفاعل هنا بيمشي عن طريق اللي هو الاسايل كليفج وليس الالكايل كليفج. الطريقة الرابعة في الانفستيجيشن للرياكشن ميكانيزم اللي هو استخدام الستيريوكيميكال ايفيدنس او دراسة الستيريوكيميكال للمركبات. دراسة الستيريوكيمستري للبرودكت بتمدنا بعض الدلائل على صحة الميكانيزمات. على سبيل المثال لو أخذنا مثال اللي هو الأديشن للبرومين للأولفين أو الألكينز، فبلاقي إن دايما بينتج عن التفاعل هنا اللي هو الترانس أيزومر، ما بينتجش عندي اللي هو السيس أيزومر. ده دليل على ان التفاعل او دخول البرومين في الاوبسيت سايتس للدبل بوند تمام، ده دليل ان التفاعل بيمشي عن طريق اللي هو البرومينيوم، تكوين البرومينيوم عن طريق ان البرومين بيعمل اتاك على او الدبل بوند بتعمل اتاك على البرومين، فبتكون عندي هنا البرومينيوم ايون في اتجاه معين من الدبل بوند. بيجي بعد كده البروميد ايون اللي اتكون بيعمل اتاك من الباك سايد بتاع الرياكشن، فبالتالي هنا بيديني اللي هو الترانس. هنا عندي البرومينيوم ايون لما بيتكون بيعمل بلوك لاحد الاتجاهات، فبالتالي بيقفل الاتجاه بتاع الاتاك بتاع البروميد الاخر علشان يجي لي من الباكورد رياكشن في خطوه من التفاعلات بنسميها اللي هي الاس ان 2 اتاك. فبالتالي الايفيدنس دوت ان هو دايما بيظهر عندي اللي هو ترانس ايزومر نفى ان الميكانيزم بيتم عن طريق البرومين او الاديشن للبرومين بشكل متتابع على الدبل بوند عن طريق
اللي هو concerted reaction في خطوة واحدة، التو بروميد اتومز بيخشوا على الدبل بوند في اتجاه واحد عشان يدوني السيس، ما بيظهرش عندي السيس تماما. ده معناه ان التفاعل هنا عندي ما بيمشيش بهذا الاسلوب، ولكن بيتم على خطوتين، تكوين البرمونيوم ايون، بعد كده بيتم الاتاك بالبروميد الاخر من الباكورد عشان يديني الترانس. طيب لو انا عندي اوبتيكلي اكتيف سبستريت، في التفاعلات بتاعته بينتج عنه راسمك ميكتشر، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرياكشن بيتم او بيمر من خلال بلانر انترميديت، بيتكون عندي انترميديت بياخد الشكل البلانر اللي بيسمح بالاتاك لي في الخطوه الثانيه من الاتجاهين، عشان كده بيديني اللي هو الراسمك ميكتشر. مثال على كده زي ال SN1 رياكشن. في ال SN1 رياكشن بيحصل ايونيزيشن للهالايد، تمام، فبيديني اللي هو الكربوكاتاين، وزي ما درسنا ان الكربوكاتاين بياخد اللي هو الشكل البلانر، تراي انجل بلانر، تمام. بعد كده بيجي النيكلوفايل لما بيجي بيعمل اتاك على الكربوكاتاين على الشكل البلانر ده، بيبقى ليه فرصة ان هو يعمل اتاك من الاتجاهين عشان يديني الراسيميك ميكتشر. مثال اخر اللي هو السبستيوشن رياكشن الاوبتيكالي اكتيف كربونايل كومباوند، برضه بيديني راسيميك ميكتشر بهذا الشكل، اللي هو البرومينيشن للكيتون في وجود البيز بيديني برضه اللي هو الراسيميك ميكتشر. السبب في الموضوع ده ان زي ما قلنا ان هو ادام بيديني راسيميك ميكتشر يبقى لازم ان التفاعل بيمر ببلانر انترميديت. يعني ايه بلانر انترميديت؟ يعني الانترميديت بيبقى اخد الكونفيرميشن او كونفيجريشن بلانر، بيقدر الاتاك بعد كده بيجي من الاتجاهين. الشكل هنا اللي بيحصل ان عندي الهيدروكسيل ايون بيعمل ابستراكشن للبروتون فبيديني الكربوناين. الكربوناين زي ما قلنا ان هو بياخد الشكل البلانر في حاله ان بيبقى جنبيه مجموعه يقدر يعمل معاها ستابلايزيشن عن طريق الريزونانس، او بيبقى كونجوجيتد مع دبل بوند يقدر يعمل معاها ريزونانس، فبالتالي بياخد الشكل البلانر اللي بيسمح له ان هو يعمل الريزونانس في هذا الوضع. فبالتالي هنا الكربوناين اللي اتكون اخد الشكل البلانر، فبالتالي هو السبب في حدوث اللي هو الاتاك من الاتجاهين. زي ما قلنا هنا الهيدروكسيل اين بيعمل ابستراكشن البروتون بيكون لي الكربوناين. الكربوناين هنا كونجوجيتد مع الكربونايل دبل بوند، فبالتالي بيعمل معاها ريزونانس اللي هو بيديني اللي هو الكربوناين انوليت ريزونانس. بعد كده الشكل بتاع الانوليت هنا بيبقى بلانر، فبالتالي الاتاك مع البرومين بيجي بعد كده ممكن يحصل من الاتجاهين، تمام، في الخطوة السريعة علشان يديني اللي هو الراسيميك ميكتشر. طيب لو التفاعل بتاعي بيمشي 100% inversion of configuration، ده معناه ان التفاعل عبارة عن concerted reaction، او الميكانيزم بيتم عن طريق الconcerted، او التفاعل بيتم عن طريق الconcerted ميكانيزم، او بيتم في خطوة واحدة زي النيكلوفيليك اتاك في تفاعلات ال SN2. دايما في تفاعلات ال SN2 بيحصل عندي inversion للconfiguration، لان التفاعل بيتم في خطوة واحدة عن طريق concerted step اللي هو بيتم فيها الاتاك للنيكلوفايل من الباكورد بتاع الليفينج جروب. بهذا الشكل انه النيكلوفايل بيعمل اتاك من الباكورد للليفينج جروب بيديني اللي هي الترانزيشن ستيت اللي هي تريجونال باي بيراميد، بعد كده بيحصل خروج للليفينج جروب من الاتجاه بتاعها بيديني انفيرجن للكونفيجريشن بتاعي. بعض الامثله الغير شائعه ان انا ممكن يحصل عندي في النيكلوفيليك سبستيتيوشن ريتينشن للكونفيجريشن، ما بيحصلش راسمايزيشن ولا بيحصل انفيجن. في النوع ده بالتفاعلات بنقول ان هو بيتم عن طريق اس ان اي ميكانيزم، او بنسميه اللي هو الانترنال نيكلوفيليك سبستيتيوشن، تمام. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل فيه ان في جزء من الليفينج جروب بيقدر يعمل اتاك على السبستريت من نفس الاتجاه خروج الليفينج جروب، بيتفصل عن الليفينج جروب وبيديني البرودكت بتاعي.
مثال على كده زي الرياكشن بتاع الاوبتيكلي اكتيف الكحول ويز سيانيل كلورايد عشان يديني الالكايل هالايد. التفاعل عندي ادي الكحول مع السيانيل كلورايد فبيحصل الكايليشن عشان يديني الالكايل كلورايد في وجود ريتينشن اوف كونفيجريشن. الكلام ده بتشرح عن طريق اللي هو الاس ان اي ميكانيزم اللي بيتم في التفاعل. في البداية السيانيل كلورايد بيتفاعل مع الكحول علشان يديني اللي هو الألكايل كلورو سلفايت بهذا الأسلوب، تمام؟ ولكن الألكايل كلورو سلفايت مبقاش موجود في هذا الشكل، ولكن بيبقى موجود في شكل انتيميت أيون اللي هو الأيون المزدوج بهذا الشكل، إن هو بقى حاصل له أيونيزيشن، عندي الكربوكاتاين و الكلوروسلفايت ايون. في الخطوة اللي بعد كده بيتم ان الكلوروسلفايت ايون بيحصل له فراجمنتيشن، فبيبدأ يحصل اتاك من الكلور من نفس الاتجاه اللي موجود فيه الليفينج جروب. ادي الليفينج جروب اللي هي الكلوروسلفايت هتبدأ تعمل ليفينج، ولكن بيحصل لها فراجمنتيشن فبتتكسر الكلورايد وبتعمل اتاك ل الكربوكاتاين المتكون هنا عندي من نفس الاتجاه اللي بتخرج منه الليفنج جروب، فبالتالي بيديني ريتينشن للكونفيجريشن. طيب اثبتوا الميكانيزم ده ازاي، او تم تدعيم الميكانيزم دوت عن طريق بعض الملاحظات. على اول ملحوظه ان هو عند اضافه البريدين لوسط التفاعل لقوا ان التفاعل بدل ما بيدي ريتنشن للكونفيجريشن بدا يدي انفيرجن للكونفيجريشن. السبب في ايه؟ السبب عندي ان البريدين بتفاعل او بيعمل بيطرد عندي الالكايل كلوروسلفايد، بيتفاعل بيخرج الكلورايد عندي هنا وبيخش مكانه، تمام؟ فبالتالي مجرد ان الكلورايد خرج بقى فري ان هو ممكن يعمل اتاك من الباكورد سايت، فبالتالي بيعمل الاتاك هنا. الجزء بتاع اللي هو السلفايت بالريدين عامل بلوك من الفرونت سايد، فبالتالي الكلورايد هيعمل اتاك من الباك سايد وهيديني اللي هو الانفيرجن ل الكونفيجريشن. من الدلائل الاخرى برضو انه عند استخدام نيوكلوفيليك سولفنت such as دايوكسان بيؤدي مره تانية ان الالكاي هالايد اللي هيتكون هيبقى برضو عامل ريتينشن للكونفيجريشن. السبب في كده ان الدايوكسان اللي موجود في وسط عندي التفاعل بوفرة عشان هو نيوكلوفايل لنيوكلوفيليك بروبرتيز، فبالتالي بيعمل اتاك على اللي هو الالكايل كلوروسلفايت من الباكورد في تفاعل انفيرجن للسولفنت اس ان 2، تمام؟ بيخرج لي عندي الكلوروسلفايت. بعد كده الكلورايد ايون اللي موجود في وسط التفاعل بيجي يعمل اتاك من الاتجاه المعاكس ل بتفاعل اس ان 2 برضو، فبالتالي بيديني انفيرجن. فان كان عندي السولفنت في الاول اداني انفيرجن والكلورايد اداني انفيرجن تاني، ده معناه ان هو هيديني في النت ريزلت عندي هتبقى عباره عن ريتنشن للكونفيجريشن. يبقى هنا التفاعل حصل فيه ريتنشن بسبب ان هو عندي 2 اس ان 2 رياكشن تيك بليس ليد تو ذا ريتنشن اوف كونفيجريشن. كملخص عام في substitution reaction which proceed with inversion of configuration، ده معناه ان هو بيحصل التفاعل عن طريق ال SN2 mechanism، ولو كان التفاعل بيتم عن طريق ال SNI mechanism ده بيؤدي الى retention of configuration، بينما ال SN1 mechanism دايما بتؤدي الى عملية ال racemization او تكوين ال racemic mixture في البرودكت. رقم 5 من التولز اللي بتستخدم في الانفستيجيشن للرياكشن ميكانيزم اللي هو الستادي اوف ذا انترميديت. عددنا التفاعلات بتاعتنا بتمر ب انترميديت، فاذا امكننا ان احنا نعمل ايزوليشن لوان اور مور انترميديت من الرياكشن ميكشر، ده بيعتبر فاليبل ايفيدنس فور ذا ميكانيزم اوف ذا رياكشن.
مثال على كده ناخد مثال نفسره او نفهم عن طريقه، زي تفاعل هوفمان رياكشن او هوفمان ري ارينجمنت. اللي بيحصل في تفاعل هوفمان ري ارينجمنت ان انا عندي الاميد في وجود البيز والبرومين، تحول معايا للامين. من خلال التفاعل دوت نقدر نفصل اكتر من انترميديت. ممكن افصل اللي هو الان برومو اميد، ممكن افصل اللي هو الان برومو اناين، وممكن افصل اللي هو الايزو سيانيت. دول 3 انترميديت بيمر من خلالهم التفاعل، اقدر افصلهم اثناء مرور التفاعل. طيب تم فصل الثلاثة انترميديت دول، ازاي بيفسروا لي التفاعل بيمر ازاي؟ في البداية بيتم عملية ابستراكشن للبروتون باستخدام البيز للبروتون الموجود على النيتروجين بتاعة الأمايد. بعد كده بيعمل اتاك على الأناين الكون، بيعمل اتاك على البرومين عشان يديني اول انترميديت اللي هو الان برومو اميد. الان برومو اميد بعد كده بيحصل له دي بروتونيشن باستخدام البيز عشان يديني تاني انترميديت اللي هو الان برومو اميد اناين. بعد كده بيتفاعل الان برومو اميد اناين مع الووتر، او بيحصل له عمليه تري ارينجمنت او فراجمنتيشن علشان يديني اللي هو الانترميديت التالت اللي هو الايزو سيانيت، اللي بيتفاعل بعد كده مع الووتر علشان يحصل له فراجمنتيشن ويديني في الاخر الامين. ناخد بالنا ان مش دايما اي حاجه ممكن نفصلها من وسط التفاعل ممكن نعتبرها انترميديت. اي حاجه غير البرودكت اقدر افصلها من وسط التفاعل، ما اقدرش اعتبرها انترميديت الا بشروط معينه، لان ممكن ان هي تبدو بالنسبه لي انترميديت ولكنها ليست من الانترميديت، ممكن تبقى سايد برودكت. فبالتالي الترو انترميديت شروطه ايه؟ شروطه ان هو يمكن تحويله للنورمال برودكت اوف ذا رياكشن اندر ذا سيم كونديشن اوف ذا رياكشن، وعلى الاقل يبقى بسرعه او بريت as fast as the overall reaction. يبقى الترو انترميديت عشان اقدر اقول على السبيسيز اللي انا فصلتها من التفاعل دي ترو انترميديت، يبقى لازم التفاعل يمر الانترميديت ده اقدر احوله للبرودكت الطبيعي بتاع التفاعل بنفس الكونديشن بتاعت التفاعل وبنفس الريت بتاع التفاعل. ده اقدر اقول كده فصلت انترميديت. في التفاعل بتاعنا اللي هو بتاع هوفمان ري ارينجمنت، كل السبيسيز اللي انا فصلت اللي تم فصلها من التفاعل بتعتبر ترو انترميديت، لان هي بتنطبق عليها الشروط دي ان انا بقدر احولها للنورمال رياكشن برودكت اندر ذا سيم كونديشن. وبالتالي المين انترميديت بتاعنا في التفاعل اللي هو الايزو سيانيت. الايزوسيانيت شورلي ان هو ترو انترميديت في تفاعل هوفمان ري ارينجمنت، بسبب ان هو يقدر يديني البرودكت عن طريق تفاعله مع الميه في نفس الكونديشن بتاعت التفاعل وبنفس سرعه التفاعل. من الشائع، مش في كل التفاعلات اقدر ان انا افصل انترميديت، من الشائع ان انا ما اقدرش افصل انترميديت، ولكن ان انا اقدر اعمل السبب في كده ان هو يا اما بيبقى انستيبل او بيبقى شورت لايف، بيبقى عباره عن حاجه وقتيه بيمر بيها التفاعل ما بقدرش افصله، او اثناء فصله ممكن يحصل له ديكومبوزيشن. في هذه الحاله ان انا ممكن استخدم التولز او الميجرمنت تول او الفيزيكال تول عشان اقدر اقيس بيها وجود هذا الانترميديت زي السبكتروسكوبيك ميجرمنت. مثال على كده اللي هو الفورميشن للاوكزيم من الكربونايل كومباوند، اللي هو تفاعل الكربونايل كومباوند او الكيتون مع الهيدروكسيل امين، تفاعل كوندنسيشن عشان يديني اللي هو الاوكزيم. باستخدام الاي ار تول في قياسات بتاعه الاي ار، لقوا ان الابزوربشن باند بتاعه الكربونايل اللي موجوده في الستارت هنا تمام بتختفي تماما من وسط التفاعل،
قبل ما اي سي ان دبل بوند باند اللي هي عند 1400 بتظهر في التفاعل، بمعنى ان مجموعة المفروض التفاعل بيمر بيتحول من المركب ده للمركب ده، المفروض اثناء اختفاء هذه المجموعة تظهر عندي هذه المجموعة في قياسات الاي ار، ولكن وجدوا ان المجموعة دي كلها بتختفي خالص، تمام، ما بيظهرش اي مجموعة او باند للمجموعة بتاعت البرودكت خالص اثناء وجود هذا المركب. استنتجوا من كده ان التفاعل بيمر بانترميديت اللي هو الكربينولامين، هو بيتم عن طريق تفاعل اديشن للهيدروكسيل امين على الكربونيل، فبيديني مركب اللي هو الكربونولامين اللي هو ولا في مجموعة السي اكسجين دبل بوند ولا في مجموعة السي نيتروجين دبل بوند، تمام. فبالتالي هو عبارة عن مركب لا يحتوي على الباند دي ولا الباند دي، فبالتالي هنا المركب الاولاني الكربونيل كله بيتحول للكربونولامين، بعد كده الكربونولامين بيبدأ يتحول للأوكزيم. ممكن اعمل ديتكشن برضو للانترميديت عن طريق تفاعلات او اختبارات الترابينج اكسبيرمنت. عن طريق التريبنج اكسبيرمنت ان انا بقدر اعمل تفاعل او اضيف رياجنت للتفاعل بتاعي بيبدا يتفاعل مع الانترميديت، واقدر افصل برودكت مختلف عن التفاعل بيحتوي على الانترميديت المتوقع بتاعي. مثال على كده، المثال الاولاني بتاعنا اللي هو المثال اللي اخدناه قبل كده اللي هو الهيدروليسيز للترايكلوروميثان في السترونج بيز، زي ما قلنا ان هو كان بيتم بطريقه اسرع بكتير من التفاعلات الاخرى المشابهه ليه في السلسله بتاعت الكلورو ميثان بسبب تكوين اللي هو الانترميديت بتاع الكربين. طيب ازاي اقدر ان انا اعرف الكربين بيتكون ولا لا؟ ممكن نعمله اختبار اللي هو او تجربه ترابنج. بلاقي ان الكربين ممكن ان هو يتفاعل مع السيس الكترون ريتش سبيسيز زي السيس بيوتين الكين، بيحتوي على اللي هي الباي كلاود، فبالتالي الكربين بيقدر يتفاعل معاها بسهوله ويحصل له ترابنج، باضافه مثلا السيس بيوتين لوسط التفاعل هيتفاعل مع الداي كلورو كربين ويكون لي اللي هو التراي او اللي هو السايكلو بروبين ديريفاتيف اللي اقدر افصله من وسط التفاعل واعمل له الميجرمنت عشان اثبت وجود الكربين عن طريق هذا التفاعل الترابنج. مثال تاني برضو من الامثال اللي اخدناها قبل كده اللي هو تفاعل البارا كلورو تولوين مع السوداميد عشان يديني اللي هو الاميد او اللي هو البارا تولودين والميتا تولودين، تمام. وقلنا ان التفاعل دوت بيتم بهذا الشكل بسبب ان هو بيمر بانترميديت اللي هو الارين اللي هو بيدي فرصه لايون الاميد ان هو يعمل اتاك على التو بوزيشن، فبالتالي بيديني اللي هو التو ايزومر. اقدر اعمل ترابنج للتفاعل ده ان انا عندي الارينز تعتبر من الداينوفيلز اللي هي ممكن تتفاعل مع اي داين في تفاعل ديلز الدر رياكشن، فباضافه اي داين لوسط التفاعل فيعمل لي ترابنج للارينز اللي اتكونت عندي زي مثلا السايكلو بنتا داين، لو ضفته لوسط التفاعل هيبدا يتفاعل بطريقه ديلز الدر او عن طريق ديلز الدر رياكشن مع الارين عشان يديني اللي هو الديلز الدر ادكت كبرودكت ستيبل اقدر افصله واعمل له ديتكشن.